الفقهاء تعاملوا ازاي؟ عشان بس تعرفوا ان نظرة الفقيه هي بيتبع ما قال الله وما قال رسول الله، غايته ان يصل لمراد الله، مش غايته انه يعكنن عن نسوان حياتها. زي ما هم بعض الناس فهموكم. وعلى فكرة كلمة نسوان ونسوة ونساء التلاتة كلمات عربية فصحى، ما فيش فيها حاجة شتيمة ولا غلط يعني. عبد الله رشدي. لا، هو حضرتك بالنسبة لمواقفه من إخوتنا أهل الكتاب، لا، هذا ليس منهج الأزهر الشريف إطلاقا، ولا الفكر أصلا، ولا الفكر، لأن الله أمرنا أن نعدل معهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. بلش يتمسخر على عمل الروح القدس فينا. أهلا يا قطة. المرة اللي فاتت كنت أنا رديت عن بعض الكلام المتعلق بمراتي، المرة دي بقى عايز أرد على الكلام العبيط اللي هي برضو فضلت تقول وتردده، مع إني رديت عليها قبل كده على موضوع الروح القدس ده، قلت لها بطل يا ضحك على الناس عيب. فهي مصرة إن هي تربط أي حاجة بتحصل في الدنيا بنفسها. سيبها يا أخينا، أنت عامل لي تسوح. يعني ايه؟ واحد مثلا كان ما بيحبهاش او رد عليها في بلاد الواقع الواق، فدخل في رجليه دبوس، فتقول لك شايفين انه عمل الروح القدس، وتقول لك ايه؟ انهم يهلكون. هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه، ولا عملوا لك ايه انت؟ وتروح عامله لك كده ما بين اسنانها البيضة اللي هي عامله لها عمليه تبييض. اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ انهم يهلكون. وعندك واحد قديم وغساله. فبالله عليكم، يعني هل ده منطق ممكن حد عاقل يستعمله في الدنيا؟ تخيل بقى، يعني انا دلوقتي لما انت تقولي ان روح القدس عندك بيتعامل معاكي بسم الله ما شاء الله وحياتك زي الملبن وزي الفل وتمام، وتقول لك ده بيعيش الناس، اسمعوا هتقول ايه؟ يعني هي مصره ان هي ليها علاقه بالروح القدس، لقوا ان هي بتحيي الموتى. يا مجنونه يا بنت المجنونه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. حط نفسها جنب سيدنا عيسى والناس الانبياء العظام دول ان هي بتوحي الموتى. اسمعوا بقى بتقول ايه. لانه الاعمى رح يشوف انهم يهلكون، وين صلاتك ودعائك؟ شوف الجاهله بتقول لك ايه، الاعمى رح يشوف انهم يهلكون. وين صلاتك ودعائك؟ صلاتي ودعائي يا جاهلة مش معناهم ان ربنا سبحانه وتعالى سيمنع حدوث الكوارث في الدنيا، ولا معناها ان انا مش هموت، وانتي صلاتك ودعائك برضو هتموتي، ولو ربنا كاتب لك حاجة هتحصل، لكن الصلاة والدعاء بتكون مفيدة ان ربنا سبحانه وتعالى في بعض الاحيان بارادته وباذنه بيأذن لهذه الصلاة ولهذا الدعاء ان هو يبطل او يوقف الشيء اللي انا مش عايزه في حياتي، واحيانا ربنا بيأذن باستمرار هذا الشيء، فانت ممكن تقولي طب الصلاه والدعاء راحوا فين؟ اجرهم مكتوب عند الله انها عباده، انا توجهت لربنا سبحانه وتعالى، انا طلبت منه، انا عرفت بابه، فبيعوضني بشيء اخر. روح يا شيخ الله يعمر بيتك. بنفس هذا المنطق الغبي الجاهل، وين صلاتك ودعائك؟ وين صلاه الاف ولا ملايين ولا مليارات المسيحيين حول العالم لما حد مسيحي بيموت، ولا لما حد مسيحي بيغرق، ولا لما كنيسه بتولع، ولا لما طفل مش عارف بيحصل له بيجي له سرطان؟ انت ما انتش داري انت بتقولي ايه؟ يعني بهذا المنطق هيرد عليك اي واحد مسيحي بسيط يسمعك اقول لك طب ما انا بصلي وبدعي وفي حاجات كتيره صليت وطلبتها من ربنا وما حصلتش، يبقى معنى كده ان ربنا مش موجود. فشوف انت بتهدمي فكره الايمان من حيث لا تشعرين. عرفت ان انت لديك جهل مكدس، يعني من التكديس مترتب على بعض ومتستف، جهلك مكدس، عيب، اتعلمي قبل ما تطلعي تتكلمي. تصدق اول مره اخد بالي ان انا زباله قوي كده وانك عظيمه قوي كده. لما بنقول الروح القدس بيشتغل فينا بمعجزات بإقامة موتى، الرجل اللي طلع معي مات 20 دقيقة. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده، ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. مش بقول لكم هي عندها هوس بانها فكره انها تكون شخصيه كده عندها خيالات كاذبه واوهام انها عايزه تعمل نفسها عظيمه، وربما انها تعرضت في الصغر او في حياتها لنوع من التهميش. او لنوع من الاحتقار. او انها ما كانش ليها وجود. ففكرت تطلع بالجنون ده انها مع الروح القدس. فبتقول لك ده في واحد مات 20 دقيقه واحنا عيشناه.
بإقامة موتى. الرجل اللي طلع معي مات 20 دقيقة. أروح أتحزن وأجيله. يا وليه اللي حصل كله هتلاقيه توقف عنده في القلب، لكن جذع المخ شغال. بصي خليني أعلمك، جذع المخ طالما إن هو شغال والقلب شغال يبقى الإنسان عايش. لو جذع المخ توقف والقلب توقف كده الإنسان ده راح. اللهم صل على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ فاللي حاصل احيانا بيكون جذع المخ شغال ووظائف الجسم كلها شغاله، لكن بيجي فجاه زي صدمه كده في القلب يوقف، فمع الانعاش بيرجع تاني. ليه؟ لان الروح لازالت موجوده في هذا الجسد، ولان لسه لم يقضي هذا الجسد نصيبه من الدنيا. روح يا شيخ وتعال بسرعه. اللي بيحصل ده هو بإرادة الله، ولا انت عندك الموت خارج عن إرادة الله؟ يعني انت عندك الكوارث الكونية لما بتحصل دي بره إرادة الرب، يعني الكوارث الكونية عندك أكبر من إرادة الرب. يعني الرب إلهك وخالقك هو لا يريد حدوث هذه الكوارث الكونية وبتحصل غصبا عنه. يعني هو مقهور أو مجبور، ولا فكرتك عنه إيه؟ ما عدمكش أبدا، مردودة لك إن شاء الله يا دودو. بقولك انت مش عارفة أبجديات الإيمان بتاعك، فمن الجهل عمالة تقولي الروح القدس عيش الراجل وموته بتاع. عيب، بطلي التجري، بطلي متاجرة، عيب. أحلى من الشرف مفيش. اللي بعده. تخيل بقى، تخيل بقى، تخيل بقى، تخيلوا واحدة بتحيي الأموات ومعاها حصانة من الروح القدس ودنيتها تمام. اتخيلوا بقى الواحدة. انت اللي غلطانة وتستاهل اترقتي كمان، ده شكله باين علينا الصعب. طب أقول لك على حاجة، طب انت لما تموتي هتعيشي نفسك تاني ولا ايه نظامك؟ انت متخلف يا ابني. يعني انت لما ربنا يكرمك كده وتتكلي على الله ان شاء الله. هتعيشي نفسك تاني؟ طب لو دخلت المستشفى وعييتي هتصحي نفسك تاني؟ تخيل بقى. يعني بلاش دجل على الناس، بلاش كدب على الناس وضحك على الدقون. ايه يا دي قلة الادب دي؟ انا قليل الادب صحيح، ما تتلمي يا خالتك. اللي بعد. فطلع وقال لا، ده الله بيسخر ناس عشان تقتل، عشان تشيل صفحات، عشان تكمم افواه. طب ما خلاص الله تبعك وفق عقليتك سخر طبيب ليقتل مرتك، ليه رايح تعترض على حكم صدر من الله؟ طب بالله عليكم ده كلام يقوله حد عاقل؟ شايفين المغالطة؟ انت عمرك شفتيني اعترضت او قلت انا مش راضي او لا اقبل قدر الله سبحانه وتعالى؟ هفهمك حاجة، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليك انسانا يظلمك، هذا التسليط اللي حصل ده هو بإرادة الرب ولا برا إرادة الرب؟ بس خليني اسألك سؤال منطقي، اكيد هذا الظلم وقع بإرادة الله، ولا يبقى إلهك عاجز يحدث في كونه ما لا يريد؟ فاكيد ده حدث بإرادة الله. يا باشا النهاردة تأكد ان في امل، في امل في البلد دي تبقى كويسة، طول ما امثالك موجودين. روح يا شيخ ربنا يخرب بيتك. هنا طبعا ممكن يجي سؤال، طب هو ربنا بيقوس كده ليه؟ دي قضية تانية، الحكمة الالهية، واحنا قلنا احنا عاجزين عن ادراك او تفسير كل شيء من حكمة الله، لان احنا اقل ادراكا واقل علما، ولا يمكن نقيس انفسنا كمصنوعين بالصانع. ما علينا، نيجي بقى لموضوعنا الاساسي. لما كل شيء بيحدث في الكون بارادة الله سبحانه وتعالى، فالظلم اللي وقع عليه كده لما حد يجي يظلمك او حد مثلا يجي يشتمك او حد ياخد منك حاجة، بتعملي ايه؟ بتروحي تشتكي، صح ولا لا؟ وانت بتروحي تشتكي، هل شكواك هذه بتعتبريها انها اعتراض على قضاء الله او على حكم الله عليك؟ هل بتعتبريها ان انت لا ترضين بمشيئة الله؟ مش عندك لتكن مشيئتك؟ ضيعت مستقبلك. مستقبلك لماذا روحت عدا مستقبل يا بنت الكلب؟ لما لقيتي اسم احمد العمى بقلبكم، احمد شو احمد؟ احمد بامريكا انا. انت متخلف يا ابني. احمد شو اللي احمد؟ احمد بامريكا انا. العمى بقلبكم العمى. لما لقيتي اسم احمد في المناهج التعليميه الامريكيه، اسم احمد ده لما وضع في هذه المناهج وضع باراده الرب وبعلمه، ولا الرب ما كانش عارف كان عندك نايم في الوقت ده، ولا ارادته الامر ده كانوا المسلمين اقوى من ارادته فدفعوا فلوس زي ما انت قلتي ورشوا الناس هناك وحطوا اسم احمد في المناهج؟ عدي لسوق لحاجه. اكيد كان باراده الرب. ليش اعترضتي على اراده الرب ورحتي وقلتي لا انا مش عايزه اسم احمد، ما فيني اعلم اسم احمد لابني؟ مش الرب هو اللي اراد ده؟ تخيل بقى.
افهمك انا حاجه، في شيء اسمه الاراده الكونيه بيسموها كده او الاراده الشرعيه. بمعنى ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هناك اشياء خلقها، ده سيستم الكون، الاسباب والمسببات. فاراده الله تعمل فينا في هذا الكون عن طريق الاسباب والمسببات، ان الله اجرى السبب واجرى معه المسبب. وقد يجري الله السبب ولا يحصل المسبب، قدرته سبحانه وتعالى. وقد يخلق الله المسبب ولا يخلق السبب، دي كلها بتبقى خوارق. لكن اصل الكون هو السبب مع المسبب، انما قد يحدث السبب ولا ياتي المسبب، وقد يحدث المسبب ولا ياتي السبب. اتنين على بعضها، لان النسبه مع عبد وده اللي يخلي الست دي، الست دي يعني المستحيل حضرتك ممكن انت ما هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ دي بقى اللي بيسموها الخوارق او الكرامات او المعجزات. لكن سيستم النظام الكوني مش قائم على الخوارق، قائم على التعامل بيننا. الخوارق يعني ايه؟ وانا بكلمكم كده شايفين في ايديا ساعه فجاه تطير من ايديا. انت متخلف يا ابني. اه ده امر خارق للعاده، العاده اني لازم افكها واخلعها واطلعها بره ايدي كده واروح رميها كده. اسم النبي حرصك وساينه في ضمنك يا دي امك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران، هو في اطعم منك؟ لكن الساعه تتخلع من ايديا بدون ما نعمل الخطوات دي، ده امر خارق للعاده، خرج بره الاسباب والمسببات. الموضوع خرج من ايدي وبقى في رجلي. فلما الله سبحانه وتعالى بيأذن بحدوث شيء في العالم، سواء كان هذا الشيء جيد أو سيء، أنا سواء قبلت هذا الشيء أو ما قبلتوش، فأنا بتكلم على فعل الفاعل اللي قدامي اللي هو السبب، مش بتكلم على إرادة الله. وإلا بالمنطق بتاعك ده هنجيب كل القتلة في العالم ولما نوقفهم قدام المحكمة يقولوا لنا أنتم مش مؤمنين، نقول لهم آه كمسيحي بقى وكمسلم. يجيبوك أنت كواحدة مسيحية يقول لك أنت مش مؤمنة بإرادة الرب يا ولية؟ قلت لهم ايوه اراده الرب نافذه لتكن مشيئتك. اقول لك طب خلاص احنا عملنا ده باراده الرب، ولا الرب كان عاجز ان هو يمنعنا؟ احنا لما عملنا ده الرب مش كان مطلع؟ لازم هتقول لهم اه. طب الرب ليه ما منعناش نعمل الجريمه دي؟ هتردي تقولي ايه؟ قطيعه ما حدش بياكلها بالساهل. تخيل بقى، يا اما هتقولي ما كانش قادر يمنعها، يبقى الرب بتاعك عاجز. انا كده خلقتي كده مولود كده. يا اما تقولي كان قادر يمنعها ولكن تركها لحكمة عنده. الناس كلها بقت تبات، امال مين اللي هينضرب؟ فلو قلتي ما كانش قادر يمنعها تبقى مصيبة. ولو قلتي تركها تحدث ولكن لحكمة عنده، يبقى ما ينفعش بعد كده ان انت تعترضي على حد بيشتكي، لان اللي بيشتكي مش بيعترض على حكمة الله ولا على قضاء الله، بيعترض على فعل الفاعل اللي قدامه، على اللي ارتكب الجريمة. يا باشا النهارده تاكدت ان في امل، في امل في البلد دي تبقى كويسه طول ما امثالك موجودين. روح يا شيخ، ربنا يخرب بيتك. فبهذا المنطق كل المجرمين حول العالم هيطلبوك تترافعي عنهم وتدافعي عنهم، لانهم هتجي لهم الام ماجي قدام المحكمه وتقول للقاضي يا قاضي انت مش مؤمن بالرب، هيقول لها تقول له خلاص ليه عايز تحاكم القاتل ده؟ بتعترض على اراده الرب ليه؟ وعندك واحد قتيل وغساله. تخيل بقى، فدي العقلية اللي بتقودكم وبتقول لكم لبعض البنات والشباب اللي مفتونين بيها، وتقول لكم أنا بجيب لكم حق الرب والدين. أنا عارف إن الدين بيكون قوي في النفوس، والدفاع عن الدين في النفوس شيء فطري أيا ما كان اعتقادك، بس نتعلم الأول الدين بتاعنا وما نخليش أعمى يقودنا. اسم النبي حرصك وساينة في ضمنك يا دي أمك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران، هو في أطعم منك؟ إذا كان أعمى يقود عميان كيف تكون النتيجة؟ كما في الكتاب، فما تخلوش واحدة عمياء تقودكم إلى الهلاك. هي دي قلة الأدب دي يا أما قليل الأدب صحيح، ما تتلم يا رخالتك. أنت متخلف يا ابني. فكروا في الكلام اللي هي بتقوله، شوفوه منطقي ولا لا، اعرضوه على العقل، اعرضوه على الكتاب، اعرضوه على الآباء عندكم، لو طلع الكلام ده منطقي خدوه. وأنا صغير كان اللوست بتاعي بياخدني في حتة مقطوعة اسمها المواسير، وكان بيغتصبني جامد قوي قوي، وأنا أقعد أقول له بلاش حرام بلاش، بس أنا كعاطف انبسطت. إنما الكلام العبط اللي بتقوله ده باسم المسيح وباسم الكنيسة، أنا أشهد أن المسيح والكنيسة بريئان من هذا العتى وهذا السفة. كلهم كذابين وعارفين إنهم كذابين، وعارفين إن إحنا عارفين إنهم كذابين، وبرضه مستمرين في الكذب. كل واحد فينا بيرقص بطريقته، أنا بهز وسطي وأنت بتلعب لسانك وتخطب. يا ولد الشغل البلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، احنا في زمن المسخ. دا
ده بس اللي حبيت اقوله لكم واشوفكم على خير ان شاء الله. هو انت مستعجل على ايه؟ مستعجل يا جرايح، خدت فلوس عايز تمشي على طول.